مصر، البلد التي ذكرها الله بالأمان وقرنها بمشيئته في القرآن، صاحبة الألف مئذنة. اختلف العلماء في ذكر مسماها، فمنهم من قال إن أصلها مشتق من ابن نبي الله نوح عليه السلام بنصر بن حام بن نوح، وبها تزوج وأنجب، وكان أكبر أبنائه يسمى مصر. وبعد وفاة بنصر اقتطع مصر لكل واحد من أبنائه جزءاً، فسموا المكان على اسم أبيهم مصر، بينما يقول الجاحظ في كتاب مدح مصر إنما سميت مصر لمصير الناس إليها واجتماعهم بها، ومن أبناء مصر جاء قبط، فسمي أهل مصر بالأقباط. ليست كل الأراضي تشبه بعضها، فهنالك أرض مقدسة بمرور نبي عليها، وهناك أرض قد حوت أجساد الصالحين فاستلهمت منهم عطر الجمال، وهناك أرض مر عليها من شاهدوا النبي وقاموا بترك أثرهم هناك، لكنه ليس كأي أثر، إنه أثر الصحابة حين أنشأوا مساجد تحمل الحسن والفن والتاريخ، إنها أرض الصالحين.